لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الوضوء من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قوله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. منها هنا، من هذا الباب، شرع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بيان صفة الوضوء، في بيان صفة الوضوء. وأراد رحمه الله تعالى بهذا التنبيه بيان عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، يعني لا يلزم أن يغترف باليدين جميعا، لكن ممكن يغسل بكف واحدة، وممكن يغسل من كف واحدة يضيفها إلى اليد الأخرى ويغسل بهما جميعا، وممكن يغترف بالاثنين معا. والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه. قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهري أن سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثني شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه. محمد بن عثمان ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين، لكن طبعا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ده تابعي، وهو هنا يروي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه سقط في الواسطة، فيه سقط هنا في الايه؟ في الواسطة، فهذا مرسل، والمرسل من صور الضعف، لأن هذا فيه انقطاع، ولا يجوز ولا صح أن يقال أن الساقط ها هنا أو المحذوف في هذا الإسناد هو الصحابي، لأنه إبهام الصحابي لا يضر بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر إبهام الصحابي، لكن ممكن يكون التابعي آخر، واضح كده؟ ممكن يكون تابعي آخر، ممكن إسناد واحد يكون فيه ثلاثة من التابعين، ووجد بعض الأسانيد فيها سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض قبل أن يصل إلى إلى الصحابة. عشان كده المرسل من صور من صور الضعيف، لأنه برضو في عدم في عدم بعدم الاتصال، العلة عدم عدم الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى حال الراوي الساقط من هذا الإسناد. نعم. وجمع الحليمي بينهما، يعني بين هذا المرسل عند أبي داود وبين حديث الباب، بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمين، وكان من إناء فبيصب من بيمينه على يساره أو من يساره على يمين ويغسل بيمينه صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أنه كان صلى الله عليه وسلم يغترف، يعني يأخذ بكلتا يديه من إناء واحد صلى الله عليه وسلم. لكن سياق هذا الحديث، حديث ابن عباس هذا، يأباه، لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل به، وغسل
بهما جميعا صلى الله عليه وسلم، فلا توجه جمع الحليم بين المرسل عند أبي داود وبين حديث ابن عباس عند الإمام البخاري. رجال هذا الإسناد ستة: محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحيم ابن أبي زهير العدوي، فارسي الأصل أبو يحيى البغدادي المعروف بصاعقة، سمي بذلك لسرعة حفظه رحمه الله تعالى، وقيل غير ذلك لكن هذا هو الأوفق وهذا هو الأنسب إن شاء الله، فعرف بذلك لسرعة حفظه وشدة ضبطه. هو من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخ الإمام البخاري، ثقة حافظ، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وزكريا خياط السنة زكريا السجزي رحمه الله. له في الصحيح 30 حديث، توفي سنة 255 من الهجرة عن 70 سنة. الثاني منصور بن سلمة ابن عبد العزيز بن صالح أبو سلمة الخزاعي البغدادي، ثقة ثبت حافظ، حدث عنه عبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة والإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعد وسليمان بن بلال وهشيم وطبقتهم، حدث عنه الإمام أحمد ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وأبو بكر الصاغاني وعباس الدوري وأحمد بن أبي خيثمة وخلق كثير. أدركه الإمام البخاري لكن لم يلقه، يعني لم يأخذ عنه، لم يلحق أن يأخذ عنه، إن كان أدركه في الإيه؟ أدركه في السن وفي الطبقة، فحدث عنه بواسطة. وكذلك مسلم والنسائي، كان رحمه الله من أئمة الحديث بصيرا بالرجال وبالعلل، بصيرا بالرجال وبالعلل. وفي الحقيقة علم الحديث هو علم العلل، يعني معرفة العلة هو إيه؟ علم الحديث. نعم. قال أحمد بن أبي خيثمة: قال لي أبي وقد رجعنا من عند أبي سلمة الخزاعي: كتبت اليوم عن كبش النطاح. ده من التعابير اللي بيوردها العلماء والفقهاء عن الرجل الفحل في العلم الذي لا يستطيع أحد أن يقاومه، حتى إن الإمام البخاري كان يطلق عليه هذا أيضا، أنه الكبش الإيه؟ ذاك الكبش النطاح. كبش النطاح يعني حيقف قدام منه في الحديث وفي العلل وكذا وكذا، لازم حيجيبه القضية، يعني حيجيبه الأرض، مش حيستحمل هذه المسألة. ومن الأمور المعروفة ما حدث مع بعض أهل الحديث وكان يعني حافظا متقنا ثبتا، فلما جاء إلى الإمام البخاري فبيقول له يعني: ماذا أعددت للقائي؟ أنت عارف أن أنا جاي، فماذا أعددت بقى؟ أنت يعني مزبط نفسك ومراجع نفسك وكده، عارف أن أنا جاي، فماذا أعددت؟ قال: ما أعددت شيئا. قال: كم عندك في العمامة؟ يعني تعرف كم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس في إيه؟ في العمامة. قال: هاتي ما عندك. ده الإمام قال له: هات أنت اللي عندك بس. فقام جاي على طول جايب 30 حديث في العمامة بس، 30 حديث. فأغرب عليه الإمام البخاري ب70، فقال: ذاك الإيه؟ الكبش النطاح. ده مين اللي حيقف في هذه المسألة؟ ما يعرفهمش. شفت؟ وما إيه؟ وما أعددت شيئا، يعني أنا ما جايزتش حاجة، مش مذاكر، يعني زي ما أنا كده على الإيه؟ على السليقة. نعم نعم نعم. قال الدارقطني: هو أحد الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون عن الرجال ويؤخذ بقولهم، أخذ عنه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما علم ذلك، يعني علم الرجال وعلم العلل. توفى سنة 210 من الهجرة رحمه الله. الثالث سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد المدني ثقة. الرابع زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري، يعني مولى عبد الله بن عمر، أبو عبد الله المدني الفقيه ثقة يرسل، حدث عن والده أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس رضي الله عنهم جميعا، وكذا عن عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وابن المسيب سعيد بن المسيب وخلق. حدث عنه الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي إمام أهل الشام وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد العزيز الداراوردي وأولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد وخلق كثير. كان له حلقة علم
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها. تخيل بقى المجلس بتاعه فيه 40 فقيه، 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. وده يعني من الأمور اللي محتاجة لمراجعة. ففي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسينا بكل شيء صلى الله عليه وسلم. خلق المواساة من الخلق يعني اللي صار فيها يعني ضعف بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حال سلمان الفارسي، ومعلوم يعني ما كان عليه ثم ما صار إليه أمره من الرق وكذا وكذا. ما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سلمان رضي الله تبارك وتعالى من هذا الرق إلى غير ذلك. تخلف سلمان حتى كانت أول مشاهير الخندق، مش كده؟ إلى غير ذلك. وهكذا كان دائما أبدا الإيه؟ يسأل عن حوائج أصحابه وكذا وكذا وكذا، وهذا ويظل في حاجة أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. وده من الأمور للأسف يعني اللي صارت يعني عزيزة في دنيا المسلمين اليوم. قال: وما رأيت في مجلسه متمارين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. طبعا الحال دلوقتي ان احنا بندور على ايه؟ اللي ما بينفعناش ونتنازع فيه، وسايبين اللي ايه؟ اللي ينفعنا. نعم. قال: وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، يعني ما تمناش ان انا اعيش لحد ما اشوف مين زيد بن أسلم يموت، ما يبقى الحياة ملهاش ايه؟ ملهاش معنى بعد فقد هذا الفقيه والعالم الجليل. إنه لم يبقى أحد أرضى لديني ونفسي منهم. قال: فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر فما شهره. فعقر فما دعوة مستجابة، فعقر فما إيه؟ فما شهره. قال الإمام البخاري: كان علي بن الحسين المعروف بزين العابدين رحمه الله تعالى، وكان معروف عن زين العابدين أنه بخيل. تخيل بقى يعني سبط النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالإيه؟ بالبخل. لكن من عجيب الأمر إن كان دائما أبدا يأتي إنسان بالليل، طارق الليل، يطرق لأهل الحاجات، يطلع يلاقي الحاجة بتاعته، طعام، مال، كذا كذا كذا. فكان مشهور في المدينة بالإيه؟ فلما مات قالوا: ما فقدنا طارق الليل إلا عندما مات مين؟ زين العابدين. شوف التحري إخفاء وعدم التباهي. وقال: من غسله وجدنا أثر ذلك في ظهره، الأحمال اللي كان بيشيلها عشان يوصلها لإيه؟ للمحتاجين رحمه الله تعالى. فقال: كان علي بن الحسين زين العابدين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، يعني أنت من الشرف والنسب وكذا وكذا وتجلس لي يعني مولى، يعني شوف حد إيه على نفس المستوى تجالسه، ما تجلس لهذا. فقال رحمه الله: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. يبقى لما تدور تدور على إيه؟ واحد هيعود عليك بإيه؟ ينفعك في دينك، بغض النظر بقى، بغض النظر من هو، شأن من، كذا 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 كذا. معروف إن يعني العرب كانت تزهد في أبناء السبي، أبناء الجواري يعني اللي كان يبقى عليهم الفتوحات وكده. فجاء منهم بقى مين؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر، ده أمه من بنات كسرى، ماشي كده. فبدأ ينشأ فيهم مين؟ محمد ابن سيرين. فلما لقوا هذا الأمر أقبلوا على مين بقى؟ أدي النبوغ وكذا وكذا. فأنت تدور على اللي ينفعك في دينك بغض النظر عن هو إيه أو كذا أو كذا أو كذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس بينه وبين يعني خلقه نسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أدي النسب لله عز وجل، يرفع الله عز وجل بهذا الدين أقواما ويضع به إيه؟ آخرين، مش كده؟ دي المسألة. ولذلك لما عند الإمام مسلم، لما خرج الإمام مسلم إلى خرج عمر رضي الله تعالى عنه قاصدا مكة في الموسوخاء، وقابله عامله على مكة، قابله في موضع يسمى عسفان بالقرب من مكة. فعمر على طول بيقول له: من تركت على أهل الوادي؟ سايب مين على أهل مكة يعني للصلاة وكذا؟ قال: تركت عبد الله بن أبزة. قال: من هذا؟ يعني أنا معرفوش. قال: مولى من ما؟ قال: تطرق على
قريش ثم أعز العرب وأفضل العرب وأعلى العرب، تترك عليهم مولى. قال يا أمير إنه عالم بالفرائد، عالم بالقرآن، قارئ للكتاب الله عز وجل، عالم بالإيه؟ عالم بالفرائد. قال أما إن صدق ذلك أو مصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أدي الإيه؟ أدي المعنى. فالإنسان لما يجلس يجلس من إيه؟ من ينفع بغض النظر بقى هو إيه؟ نعم. الخامس عطاء ابن يسار المدني الهلالي القاص، طبعا في بعض النسخ فيه تلاقي تحريف مكتوب ليه القاض، القاض يعني، وهذا لا يصح، لكن القاص يعني إيه؟ الذي كان يقص الأخبار والقصص. مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة. الصحابي عبد الله بن عباس الهاشمي البحر، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما. لطائف هذا الإسناد، هو من سداسيات المصنف رحمه الله أن رجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، وصاعقة وأبو سلمة الخزاعي بغداديان. أن رجاله احتج بهم الجماعة إلا شيخه ما أخرج له مسلم ولا ابن ماجه، وأبا سلمة الخزاعي ما أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. كذلك فيه قوله يعني سليمان، وده لأن شيخه لم يذكر اسمه بل اقتصر الراوي على قوله ابن بلال، حدثنا ابن بلال. مين ابن بلال دوت؟ ما نعرفش. طيب هل ممكن المصنف يقول هو سليمان ابن بلال؟ ممكن يقول كده حدثنا، يقوم على طول سليمان، طالما أنه سليمان ابن بلال وعارف كده يقول يبقى إيه سليمان ابن بلال. لا، ما لا يجوز هذا في علم الحديث. للراوي أن يسمي شيخه، يجيب الاسم بتاعه وينسبه أو يكنيه أو يلقبه، يتصرف في شيخه المباشر كيفما شاء، فيش مشكلة في ذلك. لكن في شيخ شيخه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له إيه؟ لا يجوز له ذلك. ولكن ينبغي عليه أن يذكره في الحديث باللفظ الذي ذكره شيخه ولا يزيد على ذلك، الذي ذكره إيه؟ شيخه، ولا يزيد على إيه؟ ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. فلو جه الشيخ بتاعه قال حدثنا ابن بلال، لا يجوز أن يقول سليمان ابن بلال، لكن يقول ابن بلال حدثنا ابن. طب هو عايز يعرفه، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يعني سليمان أو هو سليمان، يبقى عمل إيه كده؟ عرف، وفي ذات الوقت لم يكن إيه كاذبا على شيخه. ليه؟ لأن شيخه ما قالش سليمان، لكن قال إيه؟ ابن بلال. فلو قال هو سليمان ونسبه من عند نفسه صار كاذبا على الشيخ، لأنه لم ينقل إيه لفظ شيخه. واضح كده؟ خلي بالك احنا بنتكلم كده في ايه بس؟ في اسم الشيخ، في اسم ايه؟ في اسم، عشان تعرف اللي بيطلعوا بس دول ما عندهمش شيء من علم، ولا لا أثارة من علم عندهم، ولا عندهم أثارة من انصاف. هو صاحب توجه معين بيملى عليه وبينفذ الإملاءات وبينفذ الأوامر اللي بتجيله بس كده. تخيل ده عشان بس ايه؟ يعرف الراوي، عشان يعرف واحد في الاسناد لازم يعمل كده، والا صار كاذبا على شيخه. طب هيعمل ايه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان بيتعامل كده بس في اسم؟ يبقى في حديث النبي يعمل ايه؟ يبقى هو ابن بلال حدثني ابن بلال. طب مين ابن بلال؟ مين هو؟ كتير. هو عايز يعرف، ما يقدرش يقول ايه سليمان ابن بلال من عند نفسه، ان الشيخ بتاعه ما قالوش كده. واضح كده؟ طب هو عايز يعرفه علشان اللي واقف على السند ما يتهش ويرفق بيه وبيبين له خلاص ان الراوي ده انا كفيتك مؤنة البحث عنه، ده فلان الفلاني. يوم يعمل ايه عشان يعمل كده؟ لازم يجيب لفظ، يفتح قوس كده يعني سليمان او هو سليمان. يبقى كده هو عمل ايه؟ فصل. وكده بين ان هو ايه؟ لم يقل على شيخه ما لم يقله، ده في الشيخ بتاعه بس في اسمه ايه؟ فكيف يتعامل هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك لا ده حديث مش عارف، ده حديث باطل، ده حديث مش عارف ايه، ده كذا ده كذا ده كذا، ومش عايزين يقولوا، مش ده اللي بتسمعوه، مش عايزين يقولوا ده حديث باطل، ده علشان انسان مريض.
إنسان صاحب هوى والعياذ بالله تعالى. نعم. هو كان من بالله فعلا؟ طبعا. أيوه. فيه قوله يعني سليمان، لأن شيخه لم يذكر اسمه بل اقتصر الراوي على قوله ابن بلال، فأراد البخاري بيانه ولا يجوز أن يقول سليمان ابن بلال، فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه، فقال يعني سليمان، فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى الشيخ. ما يبقاش كده إيه؟ كاذب على إيه؟ كاذب على الشيخ. نعم. أيضا أن هذا أول محل ذكر محمد بن عبد الرحيم وزيد بن أسلم في الصحيح، أن صحابيه أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم، له 1696 حديث كما تقدم، وكذلك كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه رضي الله تعالى عنه. أيضا أن هذا الحديث مما شاهده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث معدودة، وهي أحاديث معدودة وفيها مؤلف بس من روايات ابن عباس يعني. نعم. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من أفراد البخاري عن مسلم، لم يخرجه الإمام مسلم في صحيح. الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة من طريق هشام بن سعد، وأخرجه الترمذي في الطهارة وابن ماجة كلاهما من طريق محمد بن عجلان مختصرة بمسح الرأس والأذنين، ولم يذكره يعني بطوله. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة والنسائي في الطهارة من طريق عبد العزيز بن محمد الداراوردي، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله أنه توضأ، زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، أتحبون، ده كلام ابن عباس بيقول لأصحابه، أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ تحب أن أوريكم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي كانت تضرب إليها أكباد الإبل عشان واحد يقول له إيه. وذلك علي لما يقول لابن عباس يعني تحب أن أريك كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي وأمي بس توريني. ليه؟ لكثرة الصحبة، ولأنه رأى أكثر مما رأى عبد الله بن عباس، وممكن عبد الله بن عباس يكون إيه؟ خفي عليه صفة من صفات الوضوء الإيه؟ المتعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأفديك بأبي وأمي بس تعلمني ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، طلب إناء فيه ماء، ده مين ده؟ ابن عباس. نعم. هشام بن سعد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ولذلك في هذا الحديث بعض الموافقات للصحيح وفيه بعض المؤاخذات في آخر هذا الحديث نأتي لها إن شاء الله. وللنساء من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول هذا الحديث، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة. قوله فغسل وجهه، الفاء هنا تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل، لأن كان أول كلامه إيه؟ توضأ، دعا بماء فإيه؟ فتوضأ خلاص. طب توضأ ده هنا إيه؟ توضأ معروف أنه توضأ، هذا لفظ مجمل، لكن لما يجي يقول لي فغسل وجهه يبقى عمل ايه كده؟ بدا في التفصيل، فتسمى هذه الفاء ايه؟ فاء التفصيليه. نعم. قوله اخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق، وهو بيان الغسل، وظاهره ان المضمضه والاستنشاق من جمله غسل الوجه، لكن المراد بالوجه اولا ما هو اعم من المفروض والمسنون، لانه قال ايه؟ غسل وجهه، توضأ فغسل ايه؟ فغسل، وبعد كده هيجي بعض المضمضة والاستنشاق يقول لي برضو انه غسل وجهه، يبقى كان الكلام هنا على الايه بقى؟ ان غسل الوجه هنا اعم مما هو ايه؟ فرض في الغسل، عم هو ايه؟ سنة في الغسل، سنة في الايه؟ سنة في الغسل. نعم. لكن المراد بالوجه اولا ما هو اعم من المفروض والمسنون، بدليل انه اعاد ذكر غسل الوجه ثانية بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، بغرفة مستقلة. المضمضة تحريك الماء في الفم ثم المجه، لكن قال بعض أهل العلم أنه لو مجرد بس حط ماء في بقه ثم مجه جاز ذلك، لكن لابد منين؟ الأولى المضمضة وتحريك الماء في الإيه؟ في الفم ثم المج. والاستنشاق اكتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، إن في الاستنشاق يعمل إيه؟ يسحب الماء بالخيشوم إلى أقصى الأنف حتى إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما.
والاستنثار هو نثر ما في الأنف من مخاط وغيره بالنفس. الاستنثار يوم جاي عامل إيه؟ مطلع تاني هذا الماء وما قد يصاحبه عند خروجه. يبقى دي المضمضة والاستنشاق الإيه؟ والاستنثار. نعم. واستنثر الإنسان استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف، بنفس الأنف. اتفق الفقهاء على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم، أما للصائم فالمبالغة فيهما مكروهة، وذلك لما روى الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصب بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. ما لم تكن إيه؟ صائما. ليه؟ لأن المبالغة في الاستنشاق ممكن توصل المية إلى الإيه؟ إلى البلعوم أو إلى الفم، فتعمد ذلك يبطل الإيه؟ يبطل الصوم. فذلك لكن في غير الصوم بالغ في هذا الأمر. نعم. الحديث إسناده صحيح. أما كيفية المضمضة والاستنشاق فهذا مما اختلف فيه أهل العلم. المضمضة والاستنشاق ممكن البعض يجي يتكلم يقول لك يعني ما يتمضمض زي أي حاجة وكده، يتكلم مضمضة واستنشاق، يتكلم في الخلاء وأداب الخلاء وأحكام الخلاء، يعني أمور يعني ما تبصش لهذه المسائل بالنظرة اللي بيطلعوا بيها في الإعلام. ما هذا يعني؟ خليك بقى نتكلم في الحاجات المهمة. الدين ما فيهوش قشر ولباب زي ما كان يعني، لكن انظر إلى الوجه الآخر وهو عظمة هذا التشريع وعظمة هذا الدين. لما تحط ده وتحط أمامه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لما يجي واحد من اليهود لعمر قل له الآية اللي عندكم دي لو كانت عندنا معشر يهود لجعلنا يوم عيد، فعمر يقول له: لا ده أنا عارفها إمتى نزلت، مش إمتى يهودي وتيجي لا ده أنا عارفها إمتى نزلت ومتى نزلت، وده إحنا عارفين كويس أوي دينا. فانظر إلى عظمة التشريع اللي إيه؟ ما تركش كما في حديث أبي ذر أنه ما من طائر يطير بجناحيه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا فيه أثرا. يبقى شوف شمولية الدين وعمومه ومدى إصلاحه لكل زمان ولكل مكان. فما تجيش تقول لك مضمضة وخلاء وكذا وكذا، هذا من مما حسدتنا عليه اليهود، كما في حديث سلمان عند الإمام مسلم: علمكم رسولكم كل شيء حتى الإيه؟ حتى الخراءة. شوف كمان يعني حتى الإيه؟ قال أجل. شوف بيبينه أجل النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا داود، علمنا هذه الأمور. يبقى ده دليل على إيه؟ حسد هؤلاء لنا على إيه؟ يبقى ما تجيش أنت تقول زي ما بيقولوا لا طهارة ومضمضة وعاملين فيها وخلاف فيها، ده من سفاهة العقول. لكن ده دليل عندنا على إيه بقى؟ عظمة هذا الدين ومدى شموله وعمومه، أنه ما من شاذة ولا إلا موجودة فين؟ في شرع رب العالمين تبارك وتعالى. واضح كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذه الأمة: ألا قد بلغت. واضح كده؟ أمور أمور. فلما تنظر تنظر إلى إيه؟ تفخر بانتسابك إلى هذا الدين أنك مسلم. في كل شيء عندنا إيه؟ عندنا حكم وعندنا علم، ما فيش أمور متروكة للهوى. ولذلك انظر إلى غيرك تقوم تعرف نعمة الله عز وجل، تعرف عظمة هذا الدين الذي نشرف بالانتساب إليه. واضح كده؟ نعم. كيفية المضمضة والاستنشاق. قال الحنفية والمالكية: إن السنة في المضمضة والاستنشاق الفصل بينهما. يعني إيه؟ إنه يتمضمض ثلاث مرات وبعد كده يستنصر إيه؟ ثلاث مرات. ده الإيه؟ الفصل. يبقى كام كده غرفة كده عندنا؟ ستة. ماشي كده؟ الحديث قال لنا كام؟ خلي بالك بقى. ماشي كده؟ ثلاثة. واضح؟ طب دول علماء، لما بيتكلم لازم يتكلم بإيه؟ بدليل. لازم يتكلم بدليل. نعم. فقالوا: إن السنة في المضمضة والاستنشاق الفصل بينهما بأن يتم كل منهما بثلاث غرفات، أي أن تتم المضمضة بثلاث والاستنشاق بثلاث، لأن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا لكل واحد منهما ماء جديدا، يعني أخذوا للفم ماء جديد وأخذوا للأنف ماء ماء جديد. قالوا أيضا: ولأنهما عضوان منفردان فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاء. طبعا ده بنسميه بداية كده قياس في مقابلة النص، والقياس
في مقابلة النص فاسد لاعتبار عند أهل العلم. واضح كده؟ طيب الأمر الثاني، قال الشافعية في الأصح والحنابلة أن المضمضة والاستنشاق مستحبان من كف واحدة يجمع بينهما. يجمع إيه؟ بينهما. يبقى المضمضة كف واحدة ياخد جزء للفم وجزء للإيه؟ للأنف في دفعة واحدة، يستنسر وبعد كده إيه؟ يتمضمض ونزل الماء، بس كده. يبقى من كف إيه؟ بهذه المسألة يبقى أنا عملت كم مرة؟ ثلاثة بس. والحديث جاء فين؟ ما جاش بيه ستة أبدا. ماشي كده؟ طيب قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل أيهما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منهما على حدة؟ قال بغرفة واحدة. قال بإيه؟ بغرفة واحدة. قلت وذلك لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. اتمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. ده حديث متفق عليه. يبقى منين هنا ان احنا نقول ثلاثة وثلاثة؟ واضح كده؟ يبقى ده الايه؟ النص ده أعلى في أعلى درجات الصحة المتفق ايه؟ المتفق عليه. وفي لفظ عند الإمام البخاري من كفة واحدة، من كفة واحدة يعني من كف ايه؟ من كف واحد. قال البويطي من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة إن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جاز، لأنه روي في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق لأن الفصل أبلغ في النظافة فكان أولى بالغسل. ماشي كده؟ يبقى هو هنا احتج بحديث إيه؟ طلحة بن إيه؟ ابن مصرف في الفصل. ثلاثة وثلاثة يبقى المجموع كام؟ المجموع ست. طيب ثم اختلف الشافعية في الأفضلية فقالوا إن فيها طريقين، الصحيح أن فيها قولين أظهرهما الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وده اللي عندهم إيه؟ أفضل. والثاني الجمع بينهما أفضل. الجمع بينهما إيه؟ أفضل. وهذا ما إيه؟ ما صح به الحديث، ما صح به الحديث. قال الإمام النووي في الأفضل خمسة أوجه. العلماء اختلفوا على إيه؟ الأفضل خمس وجوه في المضمضة والاستنشاق. قال الأول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. أدي الإيه؟ الأولى. الوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، ثلاث غرفات يتمضمض منها ثلاث مرات وثلاث غرفات الغرفة يستنشق منها إيه؟ ثلاث مرات، بثلاث إيه؟ بثلاث غرفات. طيب والوجه الثالث يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق، ثم غرفة يتمضمض وإيه؟ ويستنشق، وبرده كده إيه؟ ثلاثة بثلاث. الرابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. يبقى مرة هياخد ويتمضمض منها ثلاثة من كف واحد، ومرة تانية هياخد منها إيه؟ يجزأها ثلاث أجزاء الكف الواحدة يستنسر منها إيه؟ ثلاثة. والخامس يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. والصحيح الثابت هو الجمع لقوة دليله. أما حديث طلحة بن مصرف بقى لما استدلوا به فهو ضعيف، أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول، ومصرف والد طلحة مجهول. يبقى لضعف الإيه؟ ليث بن أبي سليم وجهالة الإيه؟ وجهالة والد مصرف والد طلحة. نعم قوله. لكن لو عمل واحد يعني مش عارف يعمل هذه المسألة يتعلم يحاول يدرب نفسه، لكن لو استنشق واستنصر بغير هذه الكيفية صح الوضوء، عشان ما حدش يظن كده يبقى يعني لا، الكلام بيتكلموا على الايه؟ الأفضلية. لكن لو اتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة صح وضوء، لكن فاته الايه؟ فاته الأفضل. فعلى الإنسان هو دائما أبدا يعود نفسه ايه؟ الأفضل، والهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعود على كده ويتدرب على كده يسهل عليه الأمر إن شاء الله. نعم
قوله ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى صلى الله عليه وسلم. قوله أضافها بيان لقوله فجعل بها هكذا، يبقى أخذ غرفة من ماء ثم أضافها إلى الأخرى فغسل بكلتا يديه وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله فغسل بها أي بالغرفة، وللأصيل وكريمة فغسل بهما أي باليدين. ذهب الشافعية في الصحيح الذي نص عليه في مختصر المزني وقطع به جمهور الشافعية إلى أن صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ المتوضئ الماء بيديه جميعا عند غسل الوجه. قال لك ليه؟ قال لك ده أفضل الاستيعاب، يأخذ الماء يغترف أفضل لإيه؟ للاستيعاب، لما ورد عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وفي قول عندهم يأخذ المتوضئ الماء بيده، لما ورد عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ده رواه البخاري. نعم. وفي وجه ثالث للصرخسي أن المتوضئ يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته لحديث ابن عباس، يعني بجاء بنين ياخد الكف ومجاي حاطط إيده اليسرى تحت منها ويصب الماء عليه من أعلى الجبهة، يسيل الماء عليه على وجهه. نعم. قال الإمام النووي ويجمع بين ذلك، يعني كل هذه الصفات أو كل هذه الصور يجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ، لكونه أسهل وأقرب إلى الإيه؟ إلى الإسباغ في غسل الوجه. وذكر الحنابلة في معرض الكلام عن صفة الوضوء الكامل ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء بيديه جميعا أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما ثلاثا لأن السنة قد استفادت به، يعني عايز أقول لك أن كل الصور دي جائزة. نعم. فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة. قوله ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، لم يذكر لمسح الرأس غرفة مستقلة. الظاهر هنا أن كل ده مع إيه؟ مرة واحدة ضمن غسل الإيه؟ غسل اليدين. لكن بجمع الروايات جاء في رواية أبي داود في سننه من طريق هشام بن سعد ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، يعني أخذ قبضة ماء ثم عمل إيه؟ نفض إيه؟ نطر إيده، يعني كما نقولون، يعني ما حطش المية على إيه؟ على رأسه، وإلا ده يبقى إيه؟ غسل. لكن الآية وردت بالإيه؟ بالمسح، يبقى كف نفض إيده صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ومسح إيه؟ ومسح الرأس. طبعا في صفة المسح في صفة معينة وهي الإيه؟ الإقبال والإيه؟ والإدبار، الإقبال والإدبار مرة واحدة. قال ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. طيب مسح رأسه، طب خلاص عرفنا أنه مسح إيه؟ رأسه. طب وأذنيه المسح يبقى إزاي؟ جت في رواية تانية عند الإمام النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم ومسح برأسه وأذنيه مرة، يعني مش كام؟ مش ثلاثة، مرة. طيب ومن طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، يبقى دي بينت لي كمان إيه؟ صفة تانية أو صفة تالتة لهذا الأمر. وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل أصبعيه فيهما، يبقى دلوقتي مسح ماشي كده ورد، وبعد كده هيعمل إيه؟ السباحة أو المسبحة اللي بيقول عليها الإيه؟ السبابة، يعني المسبحة جوه الإيه؟ جوه الأذن، تدور جوه الإيه؟ الأذن. طب والإبهام يبقى على ايه؟ الصوان الخارجي للايه؟ للاذن. يبقى دي كده الصفه بتاعت ايه؟ مسح الراس مع الايه؟ مع مسح الاذنين. نعم. كل ده ايه؟ مره واحده. لا مش غرفه، هو ما خدش ميه لكنه عمل ايه؟ نفض يده فمسح. نعم، في مره ايه؟ مره واحده. نعم. قوله ثم اخذ غرفه من ماء فرش على رجله اليمنى، قوله فرش اي سكب الماء
قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. ولذلك قال حتى إيه؟ حتى غسلها، حتى إيه غسلها، وليس مجرد إيه؟ رش مية يعني، لكن حتى إيه؟ لكن أخذ وفضل إيه؟ يصب على يدي على رجله حتى إيه؟ غسلت وسال عليها الماء. نعم، قول حتى غسلها صريح في أنه لم يكتفي بالرش. أما وقع عند أبي داود والحاكم ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل. غسل القدمين في النعل في حديث سيأتي إن شاء الله تبارك، لكن الإشكالية هنا في جزئية إيه بقى؟ ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد يعني اليد الأخرى تحت الإيه؟ تحت النعل. يبقى دخل هنا النعل فين؟ هنا بقى يبقى يبتدي بقى العلماء يتكلموا في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. ثم صنع باليسرى مثل ذلك، ده عند أبي داود وعند الحاكم. الحاكم قال على شرط مسلم، وده من التصرع اللي موجود عند الحاكم رحمه الله. فالحاكم عندما ذكر هذا على شرط مسلم هذا كلام غير صحيح، هذا ليس على شرط مين؟ ليس على شرط الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم ما أخرج لهشام بن سعد إلا في المتابعات. ولذلك البعض كل ما يلاقي حد عند الإمام مسلم يعمله إيه؟ من شرطه، وهذا لا، هذا ليس بسديد. لكن انظر كيف تعامل الإمام مسلم مع إيه؟ ما حديثه في الصحيح، هل يروي له محتجا ولا يروي له إيه؟ في المتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، إن الغرض تقوية الإيه؟ الحديث اللي بيحتج به وإخراجه عن حد التفرد، يعني عايز يبين له بس كثرة الطرق. فلذلك ممكن يتساهل في إيه؟ في درجة الراوي، يتساهل في إيه؟ إن الراوي مش لازم يكون ضابط، ممكن يكون فيه ضعف أو كذا أو كذا، إن الغرض هو الإيه؟ كثرة الطرق. أما في الاحتجاج لازم يكون الإسناد كإيه؟ كالشمس، سالم كالإيه؟ كالشمس. واضح كده؟ ده شغل الإمام مين؟ شغل الإمام مسلم رحمه الله. فمش كل واحد اللي عند الإمام مسلم يبقى دليل على إنه ده إيه؟ احتج به الإمام مسلم أو على شرطه. لكن انظر كيف تعامل معه في صحيحه، بيروي له محتجا به في الأصول ولا بيروي في المتابعات؟ متابعات يبقى مش على الشرط، متابعات يبقى مش على الإيه؟ مش على الشرط. واضح كده؟ طيب، فإن مسلما ما أخرج لهشام بن سعد إلا في المتابعات. أما رواية هشام بن سعد فإنها غير محفوظة لأنه غير ضابط، لأن العلماء اتكلموا في إيه؟ في حفظه رحمه الله. قال الحافظ: فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ في النعل، وده حيأتي عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر. أما اللفظة بقى بتاعت تحت النعل فحكم عليه أهل العلم بالشذوز، إن دي شاذة، وشاذة تبقى إيه؟ مردودة. أدي مسألة. أو أنه أطلق النعل مجازا وأراد به القدم، أنه في الغسل، في غسل القدم أنه يغسل إيه؟ أعلى القدم وأسفل إيه؟ وأسفل القدم، فذكر النعل وكن به عن الإيه؟ عن القدم، أو مجازا للإيه؟ للقدم. واضح كده؟ لكن أنه يغسل النعل، يغسل أسفل النعل، فإما أن تكون شاذة وتبقى مردودة هذه الزيادة، أنها مخالفة للرواة الذين رووا هذا الحديث. واضح كده؟ أو يبقى ده مجاز عن الإيه؟ غسل الإيه؟ غسل القدم أعلاها وإيه؟ أعلاها وأسفلها، بغض النظر عن مسألة الإيه بقى دي؟ عن مسألة النعل، مسألة النعل داخل إيه؟ خارج هذا الأمر. ورويها هشام بن سعد في مسألة النعل ديت لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف الرواة الثقات وهم لم يذكروا إيه؟ لم يذكروا النعل في هذا الحديث. قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى، قائل هذا، قائل لفظ يعني، هو زيد بن أسلم أو من دونه من أراد البيان والتعريف. فوائد هذا الحديث: فيه بيان ما ترجم له المصنف أنه لا يشترط في غسل الوجه الاغتراف باليدين جميعا، يبقى ممكن من غرفة واحدة، وممكن يأخذ كف ويضيفها إلى الكف الأخرى ويغسل بهما إيه؟ ويغسل بهما جميعا. وفيه دليل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة إيه؟ بغرفة واحدة. وفيه غسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعب، قد لا إيه؟ قد لا تستوعب. وفيه الرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية، لأنه هنا إيه؟ أخذ وغسل الوجه وبعدين حط إيده إيه؟ ساعة ما حط إيده في المية صار هذا الماء ماله؟ مستعمل. طب هل ده صار فاقدا لوصف الطهورية؟ يعني تقدر تسميه حاجة تانية غير مية؟ ماشي كده؟
يعني دلوقتي عندي طشت او طست باخد منه حطيت ايدي في الميه دي قمت غسل الوجه. الماء ده دلوقتي خرج عن وصف الطهوريه بتاعه بقى حاجه تانية؟ ما بقاش حاجه تانية، صار برضو اسمه ايه؟ اسمه ماء. ماء ايه؟ ماء مطلق. ماء ايه؟ مطلق، لم يتغير اي وصف منين؟ من اوصاف. يبقى دليل على طهوريه الماء ليه؟ الماء المستعمل. الماء ليه؟ الماء المستعمل. طيب، وهي مقاله باطله يردها هذا الحديث وغيره، وهذا هو الراجح، لان الاصل بقاء الطهاره، وطالما الاصل بقاء الطهاره لا يزال عن هذا الاصل بايه؟ نعم، ولا يعدل عنها الا بدليل شرعي، ولانه ماء طاهر غسل به عضو طاهر فبقي على اصله. فاذا كان اليد طاهره حطيتها وهي طاهره وطلعت الميه والميه ايه برضو طاهره، طيب ايه اللي حصل في هذا الامر؟ طاهر لاقى طاهرا، هيفضل برضو ايه في المعادله؟ ايه طاهر زائد طاهر، يعني مش كده؟ يفضل برضو على ايه؟ على طهارته. نعم، وفيه دليل على عدم وجوب ايصال الماء الى باطن اللحيه، فقد علم انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحيه، كثيف اللحيه، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لحيه عظيمه تضرب بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تعرف قراءته صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاه التي لم يجهر فيها باضطراب اللحيه. كيف تعرفون قراءته؟ قالوا بايه؟ بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم، فكانت له لحيه ايه؟ لحيه عظيمه وفيره صلى الله عليه وسلم. وان الغرفه الواحده وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثيفة مع غسل جميع الوجه، فعلم بذلك أنه لا يجب إيه؟ غسل باطن الإيه؟ اللحية الكثيفة، يعني إيصال الماء إلى إيه؟ إلى البشرة. واضح كده؟ ده في اللحية الإيه؟ اللحية الكثيفة. هنا اختلف أهل العلم لا مسح الرأس، لا مسح الرأس الظاهر ما نصلش بيه. لا 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 الراجح التعميم، مش بقى مش البقى للطبيعي ده، هنجلها في بحث مستقل، لكن التعميم لان ده الصفة اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن اول. اتكلموا على مسألة الطبيعي لما اتكلموا يكون في غطاء للرأس، لكن محجوجون بايه؟ بانه اخذ مسح مقدم الرأس ومسح واكمل على الايه؟ واكمل على العمامه، يبقى برضه في ايه؟ فيبقى هنا الحكم يبقى بدون عمامه بدون غطاء الى ايه؟ استعاب. طب ومع غطاء للراس يبقى مقدم الراس مع الايه؟ والمسح على غطاء الراس. نعم، وهيجي بحث خاص لوحده ان شاء الله. نعم، اختلف اهل العلم في غسل اللحيه في الوضوء، فاللحية الخفيفة وهي التي تظهر البشرة أو تظهر البشرة تحتها، يعني يقول لك مثلا زي يقول لك أجرود أو أجرد، مش كده؟ اللحية بتاعته إيه؟ خفيفة، أو واحد ما بيطلقهاش يعني يوفر اللحية أوي، يعني واضح كده؟ فاللحية بتاعته خفيفة، فهذا جزما لابد أنه يعمل إيه؟ لازم يغسل الوجه، ولازم الماء تصل إلى الإيه؟ وجوبا. وإذا توضأ بغير هذه الكيفية وضوء باطل ولا تصح صلاته، لأنه لم إيه؟ لم يغسل الوجه، وده فرض من فرائض الإيه؟ من فرائض الوضوء، فرض من فرائض الإيه؟ من فرائض الوضوء. طيب، فاللحية الخفيفة والتي تظهر البشرة تحتها ولا تسترها عن المخاطب، يعني وانت بتكلمني تبقى شايف الإيه؟ شايف الجلد. نعم، يجب غسل ظاهرها وإيصال الماء إلى ما تحتها في الوضوء والغسل، سواء بقى غسل للجنابة أو غسل من الأغسال، يعني اللي هي الأغسال الشرعية يعني. نعم، ولا يكفي مجرد تخليلها بغير خلاف، لا يكفي مجرد تخليلها بغير إيه؟ تخليلها بغير خلاف، إنه يعمل إيه؟ كف ماء جاي عم بيها كده بس، لا يجوز في اللحية الإيه؟ في اللحية الخفيف ما ينفعش فيها الإيه؟ التخليل. نعم، وذلك بغير خلاف، يعني عند ايه؟ عند اهل العلم، وذلك لفرضيه غسل الوجه، لفرضيه غسل الايه؟ غسل الوجه، وهو في اللحيه الخفيفه اذا فعل ذلك خلل بس كده، لم يكن غاسلا للايه كده؟ لم يكن غاسلا للوجه، وده مناقض للايه؟ للايه والفرض اللي فيها وللصفه اللي جاءت عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وذلك لعموم قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. اما اللحيه الكثيفه التي لا تظهر البشرة تحتها
فالوجوب غسل ظاهرها ولو كانت مسترسلة. ولو كانت إيه؟ مسترسلة يعني إيه؟ نعم. وذلك عند المالكية وهو المشهور عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حناكه، تحت حناكه اللي هي إيه؟ كده يعني ده الحنك يعني أسفل الحنك، يقول لك تحت اللي هي العنفقة اللي هي حبة الشعر دولت يعني. فيدخل الماء إيه؟ تحتها كده. نعم. إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. ده رواه أبو داود بإسناد فيه راوي لين الحديث، لكن هو صحيح لغيره، هو صحيح لغيره، فيه الوليد ابن زوران لين الحديث، يعني فيه إيه؟ فيه ضعف. فلزي دوت لما يكون فيه معضضات له يرتقي الحديث، يرتقي الحديث اللي هو يبقى فيه مما يقال عليه يعني الحسن لغيره وصحيح لي وصحيح لغيره، يعني القوة مش من ذات السند لكن محتاجة لإيه؟ لمعضد تاني، لمعضد تاني. نعم. فقلنا القول بوجوب غسل المسترسل من اللحية يحتاج إلى دليل خاص، وذلك لما ورد عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. يبقى الوضوء هنا إيه؟ مرة مرة. ده رواية الإمام البخاري. فعلى هذا الحديث كيف يتم استيعاب ما استرسل من اللحية في المرة الواحدة؟ هذا لا يتأتى، هذا لا إيه؟ هذا لا يتأتى. طيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، أما قولهم يجب غسل ما استرسل لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسماه ظاهرا، يعني عايز لك طالما دخل ده نابت في محل الفرض يبقى كل ما طولت وجب الإيه؟ الغسل، لأن كل ده إيه؟ نابت في محل الفرض ياخد حكمه. ماشي كده. نقول له طيب هنرد عليك، في مسح الرأس هتعمل إيه؟ هات دلوقتي المرأة عشان تمسح رأسها مثلا وشعرها طويل لحد وسطها تحت، هتعمل إيه؟ حكمها إيه؟ تمسح رأسها إزاي في الوضوء؟ هي نفس حكم مسح الرأس لمين؟ للرجل، مش كده؟ طيب أنت هتقول لها تمسحي كده الرأس لحد الشعر كله؟ لا قائل بهذا. طيب ولو كان رجلا مثلا ومرجل له جمة، ماشي كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره فيضرب بين ايه؟ كتفيه. هل انت بتقول انه يمسح ما استرسل من الشعر انه بياخد حكمه؟ هل ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر؟ لم يثبت هذا الامر، رغم انه ايه؟ نابت في محل الفرض. فايه اللي هيخليك تاخد هنا وتسيب هنا؟ فاذا قلت بهذا يبقى يلزمك الايه؟ يلزمك مثله، وانت لا تقول بذلك، وانت لا تقول بذلك، يبقى دليلك مردود عليك بيه. واضح كده؟ طيب. وأما قولهم يجب غسل ما استرسل لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسماه ظاهرا، فالجواب أنه يلزم من قولكم مسح ما استرسل من شعر الرأس ولا قائل به لأنه نابت أيضا في محل الفرض. وعند الحنفية وهو قول آخر للشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية لأنه خارج عن دائرة الوجه فأشبه ما نزل من شعر الرأس، وده الأصح، ولأن الله تعالى أمر بغسل الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وفي اللحية الكثيفة تحصل المواجهة بالشعر الظاهر، أما باطنها فلا يجب غسله اتفاقا بين فقهاء المذاهب لحديث ابن عباس هذا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة صلى الله عليه وسلم. وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى باطن اللحية غالبا، ويعصر إيصال الماء إليه، يعصر إيصال الماء إلى باطن اللحية. ويسن، وده بقى الكلام الصحيح، يسن تخليل اللحية الكثيفة عند الحنفية والشافعية والحنابلة لما روى أحمد من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء، رواه أحمد طلحة ثقة من رجال مسلم وهو من أقران الزهري، لكن لم يذكر له سماعا من عائشة، يعني يبقى سماعه من عائشة من قبيل المرسل، مما ينبه عليه أن في كل الكتب اللي عانيت بالرواة كل كريز فيها بالتصغير، كريز بضم الكاف بالتصغير، إلا هذا
كريز الخزاعي بالإيه؟ بالفتح، والباقي كله إيه؟ كريز. نعم. طيب، وروى الترمذي وابن ماجه من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، يبقى أخذ كف ماء وعمل بها إيه؟ أدخلها تحت حناكه صلى الله عليه وسلم. أدي اللي ورد عن الإيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن شقيق لين الحديث، قال الإمام البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، ده الكلام اللي عن أبي عيسى في مسائله للإمام البخاري. وعند المالكية في تخليل شعر اللحية الكثيفة ثلاثة أقوال: الوجوب والكراهة والاستحباب، وأظهرها عندهم الكراهة لأنها من الإيه؟ من التعمق، لأنها من الإيه؟ من التعمق. وقد بان لك أن الإيه؟ المستحب هو إيه؟ تخليل اللحية، تخليل اللحية. قال الإمام الشوكاني والإنصاف أن الأحاديث بعد تسليم انطهادها للاحتجاج وصلاحية هذه الأحاديث للاستدلال لا تدل على الوجوب اللي هو الإيه؟ التخليل يعني. لماذا؟ لأنها أفعال، والأفعال لا تدل بمفردها على الإيه؟ على الوجوب، على الوجوب. وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي، هنا بقى هكذا أمرني ربي، هل الأمر له ولأمته ولا الأمر له خاص صلى الله عليه وسلم؟ ماشي كده. الأصل التعميم، الأصل العموم، ماشي كده. الأصل إيه؟ العموم، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، اللي هو الطلاق الإيه؟ طلاق السنة يعني. واضح كده؟ طب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب هنا لمين؟ مش كده؟ وقال إيه؟ طلقتم، ده لمين هنا؟ فدل على إن الحكم حكم إيه؟ حكم وحكم أمته إيه؟ واحد، إلا ما دل عليه الإيه؟ التخصيص. ماشي كده؟ طب قال هكذا أمرني ربي، طب الدليل ده له ولا لأمته؟ ماشي كده؟ يبقى دليل على إن إيه؟ ماشي كده؟ في لأمته؟ في لأمته؟ فدي مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، عشان نقول لأمته عايزين إيه؟ دليل. ماشي كده؟ طيب، فقال لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، لظهوره في الإيه؟ الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. وهو يتخرج على الخلاف المشهور عند علماء أصول الفقه، هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ ماشي كده؟ فعشان نقول لا، ده للأمة عايزين إيه؟ ما يدل على أنه للأمة. والفرائض الأمور الواجبة على الأمة لا تثبت إلا باليقين، لا تثبت إلا بالإيه؟ إلا بيقين. والحكم على ما لم يفرضه الله عز وجل بالفرضية، إن تقول حكم لم يفرضه الله إن ده واجب أو هذا فرض، كالحكم على ما فرضه بعدمها، إن أنت بعد ما يفرضه هذا إيه؟ ليس بفرض على الأمة، هذا ليس بإيه؟ بفرض على الأمة. قال لا شك في ذلك أن لكل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل، اللي حيقول ده فرض هو مش فرض، أو اللي حيكون فرض يقول ده إيه؟ يلغيه. ماشي كده؟ كل هذا إيه؟ قول على الله عز وجل. وقال الله تبارك لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تفتاتوا على الله وعلى رسوله، لا تقولوا ما لم إيه؟ ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. طيب، قال ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك، كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه، نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب، على الحكم بالإيه؟ بالوجوب. يعني يبقى تخليل اللحية ماله؟ على الاستحباب، على إيه؟ على الاستحباب. وده خاتمة هذا الإيه؟ هذا الأمر وهذا الكلام. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله. نعم، ده إذا صح، ده إذا صح يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل إيه؟ فالكلام على أنه هو واجب لا، لأن دلالة فعل، لكن نقول إيه؟ مستحب، مستحب. نفعله طبعا على رجل الاستحباب. نعم، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.